للمزيد من التفاصيل عن ميران الاهلي صباح اليوم ينضم الينا الان عبر الهاتف حازم البرعي مراسل قناه النادي الاهلي. حازم اهلا بيك. حازم في البدايه النهارده استعرضنا اخبار كتير عن ميران اليوم الجمعه، لكن صف لنا الاجواء خاصه بعد الخروج من البطوله العربيه. بالفعل زميلة فيروز، النهارده كان الجميع كان متاثر بالهزيمه والخروج من الدور قبل النهائي للبطوله العربيه. وضح التاثر على جميع اللاعبين، حتى كان قبل المران كان اللعيبه في مداعبات بينهم وبين بعض. النهارده لا، مفيش حاجه من دي موجوده، الكل على الوجوه كده في جديه، في صرامه، في حاسين ان هم كانوا نفسهم يسعدوا جمهورهم بس ما قدروش. لسوء التوفيق، لسوء الحظ، التحكيم كان ليه دور كبير. النهارده كابتن حسام البدري في بدايه المران اجتمع باللعيبه في ارض الملعب اجتماع قصير، بس هو كان ناكد فيه على اهميه ان احنا نتجاوز المرحله اللي فاتت، خروج المبكر، الخروج من الدور قبل النهائي للبطوله العربيه، وقدامنا ماتش مهم جدا قدام سموحه يوم الاربعاء القادم في الدور نصف النهائي لكاس مصر. نعم. طيب حازم، هل اتخذ الجهاز الفني اي قرار باقامه معسكر مبكر في الاسكندريه قبل لقاء سموحه يوم الاربعاء؟ هو حتى الان كابتن حسام البدري لسه ما حددش، بس الاقرب ان هو قبل الماتش بيومين ان شاء الله هيكون في معسكر. طيب متى يتحدد موقف اللاعبين المصابين بخصوص المشاركه في المباراه اللي جايه حازم؟ النهارده شاهدنا في المران عوده وليد سليمان للمشاركه في التدريبات الجماعيه، هو وعماد متعب شاركوا في المران كامل، وكذا الكابتن وحسام البدري، سوري حسام غالي. نعم. لسه في المصابين باسم علي لسه ما شاركش، ادى تدريبات النهارده استشفائيه وتاهيليه. في الجيم النهارده كان مؤمن زكريا، هو وسعد سمير، والاقرب ان هم بكره ان شاء الله باذن الله هيشتركوا في البرامج. حازم البرعي مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف.